على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويسألونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. سورة يونس آية صدح يكنتن أي درس كنا قبل ما يا فعن الله سبحانه وتعالى وعلكن نوغا ورما يا آية دكوات الدرس جينا ورا رايكو بذن شيري نمكا قالاضو نبي عليه الصلاة والسلام يسوى على ويدين شيري نولا حريري قيامها يدعيتان كيسا إلى أحد إله سبحانه وتعالى كُيُّ لَهَذَا النَّبِيَ قَوْدَارُ وَحَنُ لَيَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيَسْتَنْبِئُونَكَ وَحَيْكَا وَرْسَنَيَّانَ وَأَيْوَرْكَ إِذَا كُوَيْدِينَيَانَ أَحَقٌ مَدَّبَّا هُوَ قِيَامُهُ يعني إِنْ لَيْسَ صَوْعَ نَوْرَيْنْ دُونَ وَكَدِّ مِنَ عَذَابِ جِرِ دُونَ مَرْهُمْبَا أَيَّ كُورَنَيَّانَ وَالْوَحَةِ لَهَذَا إي نعم وربي ربي جايبا كدارنا ياي ها وارهند ربي جايبا كدارنا ياي إنه قيامه لحق وامد سغن أرهنا أردعيا وما أنتم من أيهذين بمعجزين قال إلهي سبحانه وتعالى وهسي قرنيا ومعناها إلهي سبحانه وتعالى كما عصلا إنو قيامها كانوا وادو مديسا وديبو صارنا رأيو كايدا وحي لم تهي لبا آيادا ذوكال وإلهي كو عمر النبي عليه الصلاة والسلام إنو دارتو نمان كاس قال هذا بعثك إيا قيامها ديدا ودو عاكو جلتا سورة تغاب وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم يعني سداس وشيك بالقول النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه وحي لذين ساعة مجرته قل وعدت هذا بلى يعني ويجرته وربي ربي قيبا قل دارنا إياه تكلنا وصورة أن صبا سورة الصبا عفوا تكلا سورة تقابلنا وآيات إلهي إليه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يصير وصدح أيضا وصدح ذبا إلهي سبحانه وتعالى وكو أمر أي النبي إنه ودارته قيامه إنه يهي وحد عيا إلهينا سبحانه وتعالى قيامها دعيتان كيسايين وكان وحق علوس ماها وايو فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إلهي ملكو أرن دونه إيانو يعني وحو إيان هاو الفليو وحو أرن إياون أهو دابا يتنوى هانا إيان ها ملكا إلهي وحق علوسي مجرو مناعي سيقلين إيسين إلهي ضمضا نصرنا لأيو أو ملكا يعني وحو إيان فقليو ولو هدي أن لكل نفس نفكست أو ظلمت ظلم لاتمي هدي أيوسق ناتي ما في الأرض وحدولك يا الله لافتدت به ويسكفر الله أنا عذاب كما أنتاس خترتي سيسيدة ودرين يا هاي إلهي وحنوشك يا سبحانه وتعالى طهما هدي ما أنت الله أرن لها آخر أمرك اللي يمادو قفك وحدولك يا الله دن بحي سياد عذابك إلهي وقبت بعده وسكفران الله أبو لي الله سبحانه وتعالى وحن مات اللي قلت أقل أيهاي يعني وحا بحي أما وحا كان إذا قالك إيو رب شد يديد ماذا يكاد عيان هديد دوني ذو الدن وحي مال يا ليلة إذا هذا مال انت قالك اسكفر عذابك إيه درانتي سأوقيت وسكفران الله أبو لي الله سبحانه وتعالى وحبدي ما ودكتان ما لحج عليين وهي واحد ماشي يا الله أي واحد ذكر وأصروا ويسريستين أن ندامة مركتين ويسريستين لما رأوا العذاب مرك عذاب كي أركان ومعناها نمن كي قال ذاها مذا حدودي
markii cadaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sii daayey way qarsadeen buu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala, si aanay ugu wiirsanin kuwii ducafada ahaa ee ay jidka soo yacni waxa weeye baalmariyeen ee ay soo lagooyeen ayay qarsadeen xanuunka iyo dhibta iyo rafaadkii haystay, laakiin dama qarin karaan qarin karaan ee waa yacni waxa weeye waa marxaladaha qaarkood. وقضي والله حكم بينهم دحدودا بالقسط عدالت ايانا لغو حكم اي بولي الله سبحانه وتعالى والحال هم ايغا لا يظلمون الله ظلمين او الله سبحانه وتعالى مركو قال هذا عذاب ايو او نار تاقلين ايو اي مشاكل انت الله ايغا هايستو الهي واح تعدي اي واح قردراكم وصمين صابتو الله سبحانه وتعالى وكان الزهن يهي واح لا يراد الظلمي عندنا ما ظلميه لكن الضمضو ايغا نفوض الظلمي سيدا الله سبحانه وتعالى وينو شيغي الا هوياي ان لله الله وحو سغناداي ما في السماوات وحا عيرركا كوسغن يا والارض يا دولكا وحا كوسغن با الهي ملكيغي سونو كامل يحي او وحا لا وخ كما قنيان وجيرين با لينو شيغي سبحانه وتعالى مخلوقاتكو عيرك يا دولكو ميتا امي كوجيران marka ilaahina subhanahu wa ta'ala saga intaaba mulkigeeda leh ala hoya inna wa'ada allah ilaahi subhanahu wa ta'ala wa'digiisa iyo yabohiisa wadiin yabohayo in laysa soo noolaynayo iyo in soo noolaynta kadib la idin xisaabin doono abaal marin ay jirto haqqun wa dabwi wa shay sugan walakin ayyasha aktharuhum badankoodu la ya'lamun mooga arintaa garan maayaan buu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala oo jahli ayaa ka haya. Huwa ilaahay yuxyii isagaa wax nooleeya wa yumiitu isagaana wax dila wa ilaahi xaggiisu baana turjacuuna laydin celin doonaa, oo macnaha alla subxaanahu wa tacaala ilaaha qaadirka ah ee caliimka ah addoommadaas faraha badan leh ee qaarkood dhulka ku nool yihiin qaarkood samada ku nool yihiin الله سبحانه وتعالى وصوى نورين يا سقى مركي ورن نولي يحيي ويميت سقى نولي سقى مركي ورن نولي مر لبعضنا وصوى نورين يا ولو سوى علين يا معنى ويصوى نولان دونان إلهي بقى لهركين دونا مركا إلهي علم جيسا سبحانه وتعالى دون ماذا أصلفه ذا يدعانك ذا يهرقه وح ملكا قرصوني مجران wasawada ururinaya dabadeetana waxa uu ka dhigayaa iyagoo kaamila oo xataa kuwii inta lahaa adduunka markay joogeen iyagoo dhammaystiran ba ilaahay keenaya subxaanahu wa tacaala. Yaa ayuha annaasu dadaw qad jaa'atkum waxaa idiin timid mawcidatu waano ayaa idiin timid min rabbikum xagga rabbigiin ba idiin ka timid wa shifaaun dawo ayaa idiin timid limaa fi suduur waxa laabaha ku jira lagu daweynayo oo shikiga iyo maxaan ku dhahaa caqiidada faasidka iyo jahliga intaba dawo lagu dabiibaayo oo caafimaad aad ka helaysaan ayaa idiin timiday wa hudan xanuun baa idiin yimid iyo waa raxmatu naxariis lilmu'miniina dadka mu'miniinta ah naxariis wa ayaa idiin timid buu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala. Waa kitaabkan qur-aanka wey ba ilaahay subxaanahu wa tacaala intaasba uu ku ammaanayaa, macnaha qur-aanku waa mawcida waa waanadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala waa addoommada ku wacyigelinayo wixii masaalixdooda ugu sheegayo meelaha khatartu kaga imanaysa ugu sheegayo waa mawcida min rabbikum xagga rabbigii ka ahad waa caafimaad oo waxa uu dawo ka yahay waa alla waxa addoonka marinka ilaahay seejinay ee shakigu ka mid yahay jahligu ka mid yahay kufrigu ka mid yahay waxaasoo dhan ayuu qofka ka bogsiinayaa limaa fi suduur waxyaabaha laabaha ku jira buu ilaahay alla subxaanahu wa tacaala sida uu laabaha u bogsiiyo ayaa sidoo kale waxa uu caafimaad u yahay qur-aanku jasadkeen oo yacni waxa weeye culimaadu dib ay u deliishadaan qur-aanka in laysku akhriyo oo qofku akhristo oo ismariyo inuu dawo ka helayo وهدى ورحمة للمؤمنين هنوم با إذن يمد ين حريس كاسو هو هذا للمؤمنين دسك مؤمنين تا انت صوت المامات أي لي كتاب القرآن قل وعت هذا بفضل الله إلهي فضل جيسا ودى إسلام كاوين وحوالبا وفا إذا لا ينكو قارينو
يو برحمته نحرست إلهي أي قرآن كا فبذلك كاس فليفرحوا هكو فرحان بلي الله سبحانه وتعالى فضل قاس يا نحرست إلهي هكو فرحان هو فضل قا إلهي با خير كون أكبدا مما يجمعون وحي رخصانيا دنيا إيو هدية لكورو إياي وحيا بعد الدلال كي يالا وحاو قوان أكسن وقال النفع بضا إلهي سبحانه وتعالى فضل قيساس إيا نحريستا إلهي معنى إسلام كله وذكره إيا قرآن كله قدقمه أيا وخير بذن بولي الله سبحانه وتعالى وحاي أرورين أيا بركساس قرآن يعني وعكو يمي سيدا ابن عبا علي بن عبد الدالب وكل اللقوري رضي الله تعالى عنه إنه ليه الفضل الإسلام والرحمة القرآن فضل قوة إسلام كا نحرستنا وقرآن كوي من كإله سبحانه وتعالى وهو أمانة يا كتاب كسا قرآن كا وعلى الفرع يا ضامها إني كاس يعني فائدة ذكر هذه وعي يعني وهو يدل اعتكافان وقفك قرآن كا ووقت بدن سيئو وإن دور ديالته إلا القرآن كا خصته وإن القرآن كا وحيابها وقوب باقيه رميسته وإن آمنته يعني وهو يان تدبا هذا القرآن يعني واحد ويا واق بشر لأنه هذا الكلاه سبحانه وتعالى وقلت لك لا يضم ذو إني إفي آخر ما كبت بعدان وأنا نحرست إلى أسوء هذه ضد كمؤمنين تا مكائن يقاتان ويقبلان أي اللب هاي ما إنا نكون خسارنا وإله سبحانه وتعالى قرآن كمركو كور رمي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين إلى القرآن كي ونسود جن يسقوا عافمات يا النحريس تتك مؤمنين تا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بيد الله سبحانه وتعالى كوا كسر جدا يجوا المؤمنين تا هين الظالمين تلا إلى هذا خسارة كوا يبيد الله سبحانه وتعالى القرآن كني بالن تا آخره وحنا نقرأ يا إنه كوير جيو هذا إيه الكيسة تا هين هذا القرآن كا لجاو أيلا وينو كدعويه والله سبحانه وتعالى وكاغا دعوودو لبدا ميدو وي نبينا شيخ عليه الصلاه والسلام قرانك اما ان يكون حجه لك او حجه عليك بيد النبي عليه الصلاه والسلام كو لو باهي يعني واه وي نفتاد او باهن ان قرانك يعني واه وي وقت بدن سيسو هدي اي تاي اخرس كيسا اي هدي اي تاي فهم كيسا اي هدي اي تاي كدقن كيسا انت با توحي الله انه كان سبحانه وتعالى ونولش إني الدنيا إلهينا وكال خير مما يجمعون وعنى أرورنا إياه إياه إنه كما مشغول إياه ودد بضنا إنه كما إذا وحي القرآن كما مشغول تواشقين إياه ما هل إلي كان ألقنا وحكا قبنا إياه كان ألقنا قبنا إياه ألقنا يعني وعوي واسكاد الله إلهينا إنه شيء إياه وروحنا تكون مشغول شامبا قرآن كايدين كخير بذن بلي الله سبحانه وتعالى سادة القفك مؤمن كي وينو وردي يا شو وينو القرآن كوليما معاني ذي سفهمه إلا واحد نصيب دراء أذيقه يعني واحد ويا صد صندوق تكذا أو قرآن أخريا أو قرآن كنت كذا أو هذا القرآن كان أخريا سانقريني بواحد واحد كادلس أفهمين بأ يا أو اسكو كان مديهين تي عربي يعني واحد ويا قفك عربيتكو هادلي أما قبا يجيو أذيق عربيتيري هي كلام كي إلهي أي معنى اسكي كان من نقضان ومد مدو الله كو يقال ارين كو خير نقضو ارين تاسي ارين قروح بدن ماها الا فهموي مركز فهمت القران كو دقمي كرتا واد كو تدبري كرتا ومعاني دا وكا هاد لياد لوخي كرتا او الله سبحانه وتعالى ليدبروا اياتي وليتذكر اولو الالباب مركو لي هداد با فهمين ان واحد كو تدبري موغانو بعد مدح اول لو لياد يعني واه ويس كغي قيريسين ما هارن كو عين كاس وي الا فهموا مهم ولوعت إذا رأيتم بليغا والرمى ما أنزل الله وحي إلهي سودجي بمعنى وحي إذين أبور لكم إذنك أو من رزق أرزاق إيغا والرمى أو فجعلتم أتكدكتين منه أرزاق ذي وحكم إذا حراما حرارا أتكدكتين وحلالا وحكم إذا ناد حلال كدكتين معنى إذنك ألك سكو أتسميستين منهج يدستور هذا إلهي سبحانه وتعالى أرزاق ذي سكوك لقيمسان أو ترى هذا حلال وهذا حرام أيضا بين أبو رضوي قل واحد ترى هذا الله ما إلهي با أذن لكم أرنتا إذن فصحي
إلهي با إذن إدمي أو إذن أقراضي إلى فرقلسان التحريم والتحليل ها أرقاس إلهي با إذن أقراضي أمس على الله إلهي با تفترون كبير أبونا إسان تاسع النبوي بل على الله تفترون إلهي سبحانه وتعالى هيدا كبير أبونا إسان أو آيات وعي كم عن الدودة هاي أما يسمع نبيهين ده سورة الأنعام آيات كأنه كسوة مرأي إتلماما يين منك قراشا ذينا إسكحر أنت نميين يعني وحا وحولها قاركود البوذ إيار رشدود إيار عانود هو بحيرة ذي إيا صايبة ذي إيا وصيلة ذي يكون نوعا سوكراها أيا لغا يعني وحا ويا لغا ورمي يالليا وروعنا ذا حار أنت نميسين نعمذي إلهي قارنة الأذى وحاران قارنة الأذى وحلال من إلهي بايدين وقراضي ما قرآن باكسود دقي من نبي بايدين كورمي من حجة حق إلهي كتمي باهيسان وما يوي على الله تفترون إلهي أيوم بايدين كبه أنا بوران إسان وما ظن الذين وما محيبو يهي ظن الذين كوين بلهوذو يفترون كو أبوران على الله ألا الكذب بين معنى كو إلهي كبير أبورنا يجي قول كبير تا إله كشيء يجي محون قرا يا ملهو ذي يوم القيامة ما لنت قيامة قال له الجمادان يعني واحد ويسدي ونبت قليان هاي فلان يان هاي سجيان كوا إله كبير أبورتي إن الله إله إلا ذو فضل كيف فضل يا ديرات كل ويا على الناس دتك ولكن هاي أشياء أكثرهم بدن كودو لا يشكرون ما مهد نقام بلي الله سبحانه وتعالى معناها إلهي سبحانه وتعالى سوى الله بين أبورتي وقال ذي أي شرعي إلهي يعني أنت إسكابها المرتى شرعي يكا لسا ميستين وإلى ذين هذا حلال وهذا حرام فهدنا إلهي سبحانه وتعالى قوذينيا وفدلي سيسينيا وعافماتك سيسينيا والله سبحانه وتعالى نلش أدينيا وإلهي سبحانه وتعالى فدلي سا هي واحد يساقب بحيوه وأمد القاد بذنوي لكن ما شكري أيام بولي الله سبحانه وتعالى دتك بدن كود نعمة داس ويكسي فقانا يانون ويكسي فقانا يان وعقوبة دا أن لو سود الدجنين إلهي سبحانه وتعالى وقت قدير سيئي حجدين أي مروى البكوع دانا يسوه دينين تو يسوه قانا يسوه ديني واسمان بيهي فسدك فايدستان بيهي لكن كما يفايدستان ما شكري أيام بولي الله سبحانه وتعالى هل كي أيوم بيك قصي هيان مركا يعني أردت هذا حلال وهذا حرامنا واتين وهرين بذلك هذا اللي إلهي بيسكال سبحانه وتعالى تدك مسلمين تينين إلهي وقدم بأيان وربي سبحانه وتعالى أي يعني وحو أيان كقاتان شرعيقة وانا يقو وحيابك لكيبك قلسوا بحين أي اللو باهن يهي تاسا إلهي سبحانه وتعالى وكوها يستاني منك قال ذا إن يكبر أبورتين وحيابه إلهي سبحانه وتعالى حلالي أي حالان تنميين يا به لا يحرمين أي حلال شذين سورة الأنعام بينه بذن كقصوا هذا الليل سورة المائدة دي أحكامتي ذوات نبصار النبي وما تكون ما هاتد في شأن أرنكم بسقناتد ومعنى هالكاس ملكو إلهي كصوا ورمي شرع جيسا يصدع وحق وقول لي يعني سقى كل ذي شرع قال لك قاط يصدع كلام ياش شرع قال لك قاط أنا يددك أي كوبت بعد يعني الدين تو ذكيل يعني إن القرآن كتاي أي إلهي وحنوش جي علم جي إلهي نسدوه بلعني علم جي إلهي وواسع وين وح هوله إنك قرصون مجران الله سبحانه وتعالى وإن الله صعدا بلو في رسول إلهي علي وما تكون ما هات النبي محمد في شأن أرنكم جد جرتيد ها معنا حالتكم سجنت وتشفتا وتاجنتاي وصعوتا وهذا ليس وهذا مصنطاي أي يعني وعويان أرنوا كودونا بهذا وما تسلو ما أخذ منه يعني وعويان حل قاعد كجرتو أرمهاس شان نقاقاس حل قاعد كجرتو ما أخذ من قرآن وقرآن أخي ميسيد وما ولا تعملون فلميسان من عمل وحش قاة وما ديبا لغو صدر النبي عليه الصلاة والسلام والتفات بالله إلى هذا بركور النبي قال الله وما تكون في شان هذا لو مضي ودب على الله ضيع وما تعملون سمين ميسان من عمل وحش قاق من ميسان إلا هذا قبطان كنا وحنا عليكم كركي نشهودا هو إذن لصعدا مرخاتي إذن كوا إذن أركيا قوب جوغا أرضي كم أغني
إذ قرتي بأن جوجنا يتفيضونا أدح جليس فيه أرنكا حل قال هوش وضان إله سبحانه وتعالى وحليه هوا ذن أركينا وإذ لصعنا وإذ كور هينا وإحنا يكين قرسون مجروي وما يعزب كما قرصوما عن ربك حق ربك من مثقال ذرة مثقال ذرة وحليقنا كما قرصوما وقرأت هذا النوع وغير يار أيا مفسرين تو أيكم معنى يوي مكعلوم تن عصر قانا ذي ذرة وحلي ذا أتمك مركا لقى الله يو يعني وعوي يار علوم تن ساينسكا بالك أتمك لا ذا إلى هذا ووحى وغير إنك سواء دار البوريي أو ليدي أتم كنا واسي كلا قيب سامي كرا أو يعني وعوي وح كسير بائمن كرا تاسيرا قران كلفتيس يعني وعوي يعني أي مركا حجو تهايو إلهي سبحانه وتعالى ولي ولا في السماء وفي الأرض يعني وعوي ذرة سو كسو غن أرلادا إيا ولا في السماء إيا مدعر كسو غنينا مجرتو ولا أصغر وح كسير من ذلك ذردا وحكا سيرين مجرو وإلهك قرسومه سبحانه وتعالى ولا أكبر وحكا وينين مجرو إلا دجرو في كتاب كتاب بكسوغن يا كتاب كاسو مبين عط ها يعني إله سبحانه وتعالى والله سعداوي وأغياي وما يعزب كما قرسونا عن ربك ربك من مثقال ذرة ميزانك هالبيق ذردا وحلا إرادو وحلا كما قرسومه كاسو في الأرض أرلاذا كسوغان ولا في السماء أما السماء يعني وعوية كسوغان كما قرصوم ولا أصغر وحكير ذرذا سنة كما قرصوم ذرذا يعني وعوية وحكير من ذلك ذرذا ينقرس قال ذرة ذرذا اللفت هذا وحكير أو كقرصوم أنا مجرو ولا أكبر وحكوين أو كقرصوم أنا مجرو وحكا سانا وإلى هاي أبو رينا وحوية وحكوس جاية في كتاب مبين كتاب عط الله المحفوظ لا يراد وحو البي لا يكون جسر جري وحو البي لا ودي وانجلي هيا إلى سبحانه وتعالى كسره مركا ما دام يعني وحوية ذر ذا يري أنا إلى هاي كقر صومين فما بالك إنسان كأجن من هذا كأه ود عليه إلى سبحانه وتعالى قر ذا سيجي ee sabac iyo basar iyo wax walba loo yeelay ee wariba xisaab la saaray la yiraahdo shaas aan ugu diray shaqada qabo waana laga la xisaabtamay aqligina waa lagu siiyay ilmigina waa lagu siiyay yaani wax weey aaladahi ku shaqeynayay ee maqalkii arag iyo qalbigii xoo dhan baa lagu siiyay adoo intaas oo wadifa lagu qabtay mu maleenaysa in ilaahay ka warlay kama warlaawi alladhi yaraaka hina taqum wa taqallubaka fi saajidin إله سبحانه وتعالى يسوع النبي قال الله يحليه الذي إلهي واكي يراك وكوارك حين تقوم مركع تاجنتهي أما سلاتك جرماحك لو تشوك يا وتقلبك في ساجدين مركع سركرك يسوع كوا سجودا يا معود وأذل سجودا يسوع الله ركوع يسوع الله توس يسوع الله فورسنا يسوع إله سبحانه وتعالى وكوار هي ولا تعملون من عمل إلا كنا شهودا إلا كنا عليكم شهودا اتفيضون فيه إلى أساس الله سبحانه وتعالى وعلى الله حق من إسامة وأن الله سعنا مركعة هوشة كفل النسان يتبذ النسان بل ما أنت واحد كا يعني وعوية وحيابان إلى سبحانه وتعالى الدنيا كم موشنا يوم يا قوتي بين آذن كإلهي قارسين يوم أيها أباك وتصين أيها الرماع الجايبوين ومركا اللوينة سبحانه وتعالى قدرة ديسة ووت ديسة هذا يعني وعوية قلنا قطنا ده وعوية ولله المثل الأعلى إلهي تصالها صلوا لي ما أنت وعلى هناك كاميرات كاميرا ذا مراقبة أما سيسي كاميرا أيا ذا الكيسا أو لغو حلو يوم هيرا ذا هي ميل غلبة مركا شغالها كو شقين أيا أيا مدول بكاميرات كو حرس فيس كاغا ادو جوغا نيكا مدير كيس كداوانا يا قف ولبا كي شقينيه كي اشقيني بل كوارن هدي لا يرادو ولي با وانا لا دوبا او هدو او باهدو قف دا عملدي سي شقدي سي ادو حتى مورا كاكيرو او يرادان اسكو ما فدي شقه بدا ما قبطا يا هول بدا ما هيا كاميرادان وي دوبان بيش دنبا لا سو علينيا قف شقديس انتي لا غول هشيه يا انتو هول قبطا وي خي ودان ايا لا ايا ايا ميسك لكينيا وي إلهي محمد الله سبحانه وتعالى
يا الضومدي بقى يعني وعوي اللي جارسي يوداس إن شقده ذا كم مع مشان أوقف حتى يسقوا جوجا ميل فك ووضع كميل كفوجا إنه كم مع مولي كرو أو يعني وعوي ميردي يسي إيو بحاول كل هذا شبوين كي يدك يوش قين يي يريريس وحي أدم بقى وهل كان كلاس عوني من هذا مجاري حاضر مالنا سيله سبحانه وتعالى أنت يرسيه ee inaga waramaya aayadkan wax ka soo qabanaysan ilaahay waa ogi iska dhaaf idinka yaani wax way wax ilaahay uumay waxa ugu yar ee wax ka yari jirin ayaa ilaahay la socda subhanahu wa ta'ala arada ay imka dhulka daasan ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala firfiri ogi ilaaha qudrada leh de kama qarsoomi karo hadaad qalbi dhow gasho hadaad gidaar istaagto هذا حبالها اللي تكتو يعني وعويا مع السيادة ميل والبيلة سبحانه وتعالى وكذا وريه أنا لا صعتوي ولا قطعتنا يا هاي سؤالني ولا جاور لين هدير دور جار يعني وعويا أدبت بادي والله سبحانه وتعالى عقوبة كسود الجين وهي هو قادني لا يكون لاوي آه يعني يكون معاناني إلى توبتك سبحانه وتعالى ويا مظل بايلة يقول تلقى لي الضوء ماذا يعني مركي جاران ودوارك كرهو marka isqabo hada taaya doon la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah alayhi wa ina isqabata wa ana maxsiida jacalaysanin ala hoya inna awliya allah ilaahi awliyadi sala khawfun absi alayhim korkooda maahan wala hum mana yahzanuna kuwa murgoonaya ayu leeyahay allah subhanahu wa ta'ala alladheena kuwa ya awliyadu aamanu alla rumeeyay oo wa kaan wa hada yataqoon kuwa ilaahi ka cabsada subhanahu wa ta'ala لهم البشرى بشارع إليهن في الحياة الدنيا نلشنا الدنيا وفي الآخرة يا آخرة لا تبديل بدل كما سنان لكلمات الله إلهي سبحانه وتعالى كلمات كيساس معناها بلان قادية دا إلهي وح اسبدل دون مجران وح لبالمر دون جرمايان سيدي إلهي أقر شيء بارمور دعدونا وذلك كاسنا إلى الله سبحانه وتعالى بشارتها وصيادتك الإيمانك أي أوليذا هو يسقى الفوز العظيم والليبانت وين بوليه الله سبحانه وتعالى ليبانت وين واتاس اللوبة هي ضمضينة ترتن وقالان شده حق هوري وقال إلى هايين بقايات كان الله سبحانه وتعالى وحن وقل شيء يا أوليذ إلهي من هم الأولياء أوليذ هرتوا أيوب إلهي من نبره سبحانه وتعالى أوليذ أولياء الله ما يراضوا kilo idaafiye bayna baray waxaanu ino sheegay cida ay yihiin laba tilmaamood ba ilaahay noo sheegay subhanahu wa ta'ala al-iiman wa taqwa labada sifo ay ku guuleysteen iimaankoodu ma aha iiman khiyaliya ma aha iiman shaki ku jiro ma aha iiman yaani wax weeyaan ay waxyaabo kale kulama yihiin wa iiman dhaba ay xaqiiqiyeen تلمات اللبات إليه واتقوى ويدري حقيقية مركز سو مرة سنكرتي هذا قوة سوولي منه قوة كرتين جاي كود ديدن يعني وعوي إيمان كيف لله الحمد يعني وعوي يان ده وعي إنه مثلا إني ما لين هاي الله إله سبحانه وتعالى هاي نوات كيو تقوى ذنا يعني وعوي يوا مع الصيادة ذسكي إلى لسه هي دعات كي إلهي تكود ذاشو أصل التقوى وصل أسوي. مركا عد كستا أو تلمان تعلى جهرا ووري إله. ماها يعني واحد ووري كم قفوا مركو دنتين ليلا ذو ولي بوها. وأنتو النور يا اللو تيدو. ماها إن ضد جارا يعني واحد ويا أولي هذا لقوك هوا ولا ليلا ذو وين عينك عينك ما واحد يا بدي على شرعي قبل كجرين. محاكر هذا الراس ما يو. ما هنا أولياء ضاي نقطة وحرقوني اللي هنا دمر كويالانين دمر كويالانوي أولياء ذا إله سبحانه وتعالى واتلمات هاسلين هدو نيهي يهدو يعني وحويا هوين ايتاي هدو يقف داير يهدو يقف وين هدو يقف لنتي ودا إله سبحانه وتعالى ساكل أكل ما يهدو يقف نور وهذا يعني وحويا تبا بشاك كجير انت با أولياء ذا واتاسوي نبقنا عليه الصلاة والسلام مروا معنين يوحيني إن من عباد الله عبادا يقبضهم الأنبياء والشهداء الضوامة إلهي وحكم ذا الضوامة أي كانتان ما يقام كإلهي قارسي أنبياء إيا شهدد هاي كانتان
markaas waxaa lagu yidhi manhum yaa rasuul allah lacallanaa nuxibuhum, waaya rasuulka ilaahayow bal kuwa aanu jeclaanne. Waxau leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam, hum qowmun taxaabu fillah, waa dad ilaahay dartii isku jeclaaday, alwalaa walbaraa bay xaqiijiyeen. Qofka uma jeclaado isku reer baa tihiin, uma jeclaado waxbuu ku siiyey, uma jeclaado yani waxa weeyaan wax kale, wuxuu jeclaada lilaah. Min ghayri amwaalin walaa ansaab, maal iyo nasab iskuma jecla, laakiin waxay isu jecel yihiin ilaahay dartii. De haddii ay nasabna wadaagaan ilaahay dartii inay isku jecladaanna laba diidana, ee asalku waa inuu noqday ilaahay dartii. Haddii markaa kaad ilmaadeerka tihiin ama aad walaalaha tihiin ama aad ilmaatiga tihiini, uu isaguna ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaa u jecelu daacadda ku fiican yahay, dee waad jeclaanaysaa, xaq buu kugu leeyay. Wujuuhuhum nuurun calaa manaabiri min nuur, buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam, wejiyadoodu way nuurayaan, min barra nuurana way ku fadhiyaan. Laa yakhaafuuna idaa khaafa annaas walaa yaxsanuuna idaa xasina annaas, ma cabsanayaan markay dadku baqayaan maalinta aakhiro, ma murugoonayaan markay dadku murugoonayaan. Dabeetana aayaddan uu akhriyay nabigu calayhi salaatu wasalaam, alaa ina awliyaa allaahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun. Allahna wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, lahum lbushraa, waxay leeyihiin bishaaro filxayaati dunyaa, nolosha adduunyada ayay bishaaro ku leeyihiin. Marka bishaarada ay adduunyada ku leeyihiin, ayadana waxaa laga wariyaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi, arru'ya saalixa, waa riyada wanaagsan oo yaraaha qofku uu arkayo ku riyoonayo isagoo meel wanaagsan joogo, maxaan ku dhahdaa nicmo ilaahay siiyey, aw turaa lahu, ama loogu riyoodo oo qof kalaa arkayo oo ku riyoonayo isagoo xaalad wanaagsan ku jira. Xadiiskaas nabigaa laga wariyay calayhi salaatu wasalaam. Waxaa kale oo qowl kale ah oo la wariyaa inay tahay ammaanta, qofka la ammaano oo camalkiisa dadku ay ku ammaanaan, ayagoon markaa susnimo iyo yacni waxa xayaysiis iyo ka badbadin aanay ku jirin. Oo nabigaa la weydiiyo, waxaa lagu yidhi, yaa rasuul allah, alrajulu yacmalu alcamal, qof baa wuxuu qabanayaa camal, wayaxmaduhu annaasu calayhi, dadkuna way ku ammaanayaan, wayathnuuna lah. Faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam, tilka caajilu bushraa almu'min, waa qofkii mu'minka ahaa oo bishaaradii loo soo qadimay, buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam, oo lahum lbushraa fi lxayaati dunya. Waxaa kaloo la wariyaa ama qowl kale oo isaguna dee tafsiir noqon kara, in looga jeedo bishaarada qofka loo bishaaraynaya mu'minka marka uu ku jiro xaalatu lixtidaar ee naftu ay ka baxaysa weyn. إلهي سبحانه وتعالى ونشأه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. قف يسوي إنه لتشوغا وأرى إنه كفر دينا الله نائب الوحى نصنا يا موالي تامو سكر هذا يا أيا الله قب شارين يا أبو لي الله سبحانه وتعالى تي ملائكة كسو الدكتو أيا وحى ورنا نساهم مرغون أو هبقين وحنا يقول بشارين يا جنة التي كنتم توعدون. Yani waxaa ku bishaaraynaya jannadii laydiin ballan qaaday. Marka bishaarada qofka ugu imanaysa fi aakhiri xayaatihi ayaa bacdu lmufasiriinna lahum lbushraa ay ku macneeyeen wey fi lxayaati dunya, waa fi laakhira, aakhirana dee bishaaradii weyneyd iyo ballanqaadkii ilaahay buu behelayaa wey. Laa tabdiila likalimaati illaah, ilaahay kelimaadkiisa wax doorinayaa ma jiraan. Marka awliyada lafteeda dee inaynu bedella maah, ila awliyada ilaahay uu noo sheegay, ilaahay baa sifeeyey, alladiina aamanuu kaanuu yattaquun, jumladaasi inay sifo tahay ayaa mufasiriin badan ay ku macnaynayaan. Marka inaynu inagu ka dhigno yacni waxa weeyaan awliyada inay tahay un dad dhintay ama in awliyada laftooda la baryi karo, waxaa muhiima inaad ogaato laba arrimood oo labadaba gaalnimo ku gelinaya. Haddaad diiddo wax awliye la yidhaahdo, sida dadka calmaaniyada iyo yacni waa dad noocaas oo kale ah, haddaad diidda awliye ma jirta tiraahdo waad ku kufriyaysaa, sababtoo ah aayad qur-aan aad beenisay. Haddaad tidhaahda awliyada waa la baryi karaayo, waxba la weydiisan karaayo, iyaga laftooda alla ka soka wax ku qabanayo oo ku ciidaminayana, waad ku gaaloobaysaa wey. Marka labadaas iska jir, saas wey. Adiguna dee ha iska xidhine oo awliyanimada lafteeda ha iska qadinine, jaanis baad haysataayo u tartan. Waxaa laga wariyaa bacdu salaf ridwaanullaahi calayhim inay odhan jireen, haddii nebinimada tartan lagu gelayo waanu ku tartami lahayn, tartan ayaanu u geli lahayn bay dhahdeen si aan nebi u noqonno. Marka awliyanimada laakiin lagama xidhin,
labada tilmaamood baa ku xiran labadaan xaqiiq iimaankaagana adke oo ku dadaal allah yani wax wayhayna waafajiye taqwada iyo alla ka cabsigana badi oo intaad ka tagta maxaarimta waxyaabaha ilaahay subxaanahu watacaala ku faray ee acmaasha saalixaadkaana ku dadaal oo ka faa'iidayso laa tabdiila likalimaat illah dalika kaasi huwa alfawz alcaiim waa libaantii weynayd buu leeyay alla subxaanahu watacaala walaa yaxzunka yay ku murugelinin qowluhum hadalkoodu nimankaa gaalada ah dacaayaadka ay kugu hayaan iyo muranka ay kaala hor imanayaan iyo mararka qaarkood dacaayadda ay ku dacaayadaynayaan arrintaasi yaanay warwar ku gelinin baa lagu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo yacni waxa weeyaan dalasta mursalan bay odhan jiray waa rasuul ma tihid majnuun baa tahay waxyaabahaas waxbaha ka murugan baa ilaahay leeyay subxaanahu watacaala ina alcizza izada iyo sharafta iyo yani waxa weeye quwadda lilaahi ilaahay baa iskale jamiican dhammaanteed ilaahay bay u sugnaatay ciddu markaa cizeeyo ayuunbaa casiis noqonaysa ciddu ilaahay dulleeyana daliil bay noqonaysaa alla tala saaro izadana isaga ka raadi huwa ilaahay assamiic waa ilaaha maqalka badan alcaliim ee cilmiga badan la weeye oo addoommadani waxa ay dee ku leeyihiin ilaahay wuu maqlayaa waxa ka dambeeyanaya alla waa og yahay subxaanahu watacaala waxa ilaahay kugu talagalay ina ilaahay subxaanahu watacaala caalim buu ku yahay marka warwarin baa la leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam alaa hooyaay ina lilaah ilaah waxa u sugnaaday man fi samaawaat irarka waxaa ku sugan waa man fi lardi iyo dhulalka waxaa ku sugan intaba ilaahayba iskale subxaanahu watacaala addoommay u yihiin isagaa abuuray isagaa maamulaya isagaa ku tasarufaya yacni waxa weeyaan mulkan wa cabiidan wa khalqan ilaah baa iskale subxaanahu watacaala waman fi lardi iyo waxa dhulka ku suganba ilaahay bay u sugnaadeen wamaa yattabicu raaci maayaan alladiina kuwa yadcuuna bacaabudaya min duuni illaahi alla sokadii shurakaa shurakaa ay raacayaani ma jirto sababtoo ah yacni waxa weye xaqiiq ahaan marka la eego dee wax ilaahay wax la lihiba ma jira wey nimanku hawuun bay yacni waxa weeye cabayaan been un bay isku maaweelinayaan ina aladii in yatabicuuna ma raacayaan ila dhanna mala mooyaan markuu khiyaali bay hayaan malay rabaan inay diinka dhigaan wa inhum mana aha ilaa yakhrusuun qolo wax mala awaalaya oo wax qiyaasaya wax cabiraya weeyaan buu leeyay alla subxaanahu watacaala huwa ilaahay alladii allihii weeye jacala idiin abuuray lakum idinka alleyla habeenka idiin abuuray litaskunuu fiihi si aad u xasishaan wannahaara maalintana idiin abuuray yacni waxa weeye litabtaquu min fadlihi si aad fadliga ilaahay u raadsataan mubsiraa xaal ay tahay tii wax arkaysa maalintiibaa wax arkaysabaa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala macnaa addoommada wax arkaya way iftiimaysaa addoommadiibaa arkaya macaashkoodii bay raadsanayaan waa kuwaas ina fii daalika arrinka la aayaatin aayaad baa ugu sugan liqowmin yasmacuun qolo wax maqlaya oo dhaguhu u furan yihiin aayaad iyo xujaj iyo yacni waxa weye adillo ayaa ugu sugan oo inay ku cibro qaataan ay tahay buu leeyay alla subxaanahu watacaala halka marka aayaddan dambe alla subxaanahu watacaala waxaa inoogu barayaa qur-aanka balaaqadiisa iminka habeen iyo maalin baa laynooga waramay habeenkii waxaa la raaciyey shaqadii aynu qabanayn laakiin laynooma sheegin yacni waxa weeyaan suuraddiisii laynooma sheegin ilaahay wuxuu yidhi wahuwa aladii jacala lakum alleyla litaskunuu fiihi si aad u xasishaan ood u degtaan oo u nasataan ayaa ilaahay habeenkii idinku abuuray maxaa laga dhigay mudliman mid madow ilayn yacni waxa weeyaan waxay waxaasi ku suurtagalayaan waa in jawigu dego oo dhulku madoobaado markaasaa hurdada iyo haddii alla ku ray nasashada iyo fadhiisashada iyo waxoo dhani ay ku suurtagalayaan marka waxaa laga xadfay mudliman ha jacala alleyla mudliman ilaahay waa ka dhigay cirkii maxaan ku dhahay habeenkii mid madow litaskunuu fiihi si aad u xasishaan wannahaara maalintiina maxaa la sheegay waxaa la sheegay suuraddeedii laakiin shaqadii aad qabanaysa baa yara lagu xadfay balaaqada qur-aanku leeyahay wey maalintiina ilaahay wuxuu idinka yeelay mubsiran mid iftiimaysa oo wax arkaysa macnaha idinka wax arkaya oo dee meeshii aad yacni ka shaqaysanayseen iyo dhulkii aad maraysaen iyo meelihi manaaficdii ayaa wada daalacanaysaan litabtaquu min fadlihi sad ilahay fadligiisa u raadsataan ad u xoogsataan ad u shaqaysataan baa maalintii la idinku caddeeyey
marka yani waxa weeye habeenkii iyo maalinta ujeedadii ilaahay u sameeyey baa ilaahay noo sheegayaayo ah in maslaxadiina ilaahay waa buuray subxaanahu watacaala insaanka iyo ibni aadanka halka ilaahay gaarsiiyey jacala lakum leyla litaskunuu fiih wannahaara mubsira waxa ilaahay subxaanahu watacaala inoo abuuray habeenkii oo uu nasiiyey yani waxa weeye inooga yaalay mid madow oo aynu nasanno laadii la isku bixin lahaa uun habeen iyo maalin yani waxa weeye dadku way tabci lahaayeen way daali lahaa warfaadi lahaayeen dagala caafimaadka iyo jidhka iyo baahida yani waxa weeye jidhkeennu u baahan yahay mugdiga laftiisa ayaa hadda la ogaaday xataa xanuuno fara badan ayaa waxa la leeyahay waxa keena iftiinka joogtada iftiinka joogtada ayaa keena waana xikma rabbaaniya waa la nasanayaayo waxaad maanta oo dhan soo daasheed soo rafaaday ee caynkaas habeenkii markaad soo hoyato hoygaaga gasho yacani waxa weeyaan reerkaaga iskala degto aroortii waxaad soo kacaysa adigoo shaqadiina jecel faraxsan yacni waxa weeyaan kaanamaa insaanu jadiid qof dhashay oo ku soo biiray dunida adigoo aadba soo kacaysa saacadaha yaryar ayaa waxa kaaga go'aya waa alla wixii rafaa dashalay tirsanaysa oo dhan waa nicma min allah maalintiina waxaa laga dhigay midda iftiimaysa aynu dee masaalixdeennii iyo danaheennii arkayno soo shaqaysanayno soo xoogsanayno dhinaca kale waxa ayaadku inoo tilmaamayaa dee insaankan in tacab looga baahan yahay tacab looga baahan yahay hadda innaga yacani waxa weye dhallinyarteennii aafada ku dhacday waxaa ka mid ah dee qaar fara badani umaba tarbiyaysna oo umaba diyaar aha inay shaqaystaan maalin oo dhan bay hurdayaan habeen oo dhan nay soo jeedayaan calaal cagsi weyn maxay ku soo jeedaan waa wax yacni waxa weeyaan haday shifti gelayaanoo sida dunida looga shaqaystay leyin habeenkii waanu shaqaynaa hawshaas arayn maaha habeenkiina waa yacni waxa weeye waa baadil maalintiina waa hurda weyn ya ya ikhwaani ilaahay waxay nooma abuurin ilaahay nooma abuurin waa aragteen xoolaha aynu dhaqanno innagaa maamula waynu kaxaynaa habeenki waan soo xiraynaa aroortiina waan dareerinaa waxaynaan maamulinaa maalintiina waa arsaaq doontaan habeenkiina godahooday ku xiroodaan aduu midkee tahay marka waxaa loo baahan yahay marka in yani waxa weeye dunyada waxaa loo keenay in la shaqaysto oo nabiyulaahi aadam calayhi salaam markii jannada laga soo saaray shaqadii ugu horreysay loo diray waxaad inuu beerta qoto agabkii yaraa ku howlgeli ilaahay uu beerta ku qodolana ilaahay baa siiyey subxaanahu watacaala dhulkiina waa loo badnay shaqaysaa la yidhi adigaa meeshii bilaa tacabka ahayd yacni waxa weeyaan joogi waayeyoo ilaahay subxaanahu watacaala ku caasiyeye wakaase rafaadka dhabarka u rido noloshaada deber hawshii diyaarsanayda iska yacni waxa weeyaan wax walba kuu yaallayn ma jirtee deber nafsak baa leyi insaan kastana taasaa u taalla wey waalidiintana waxaa laga rabaa ilmahooda markuu qaangaar gaaro inay yidhahaan deber nafs shaqayso lala xisaabtama wey lala xisaabtama wey la yidhahda inanka jaamacad buu dhigtaa maxay buu sameeyaa caynka jaamacaddaadoo dhigta shaqaysan kartaa shaqaysan kartaa maxaa kuu diiday baartay inaad ku shaqaysato yacani waxa weye afar saacadood baa jaamacadda lagu maqan yahay labaatan saacadood oo kalead haysataa sideed saacadood oo kaamil oo shaqaysan kartaa wey dadkaa dunida taariikhda sameeyeyna waa dadkii anuuca u shaqeeyey wey laakiin inamada soo farxalo iyo hablaha soo farxale laleeyahay xataa yacni waxa weeye dharkooda ma maydhaanaha loo maydho yacni waxa weeye fashal unbay noloshooda ku dambaysa qaaluu itakhada allaahu waladan waxay yidhahdeen nimankii gaalada ahaa ilaahay wuxuu samaystay walad waa yuhuud iyo nasaar iyo yacni waxa weeyaan mushrikiinta laftoodaba subxaanah ilaahay waa ka nasahan yahay ilaahay waa ka nasahan yahay wax walad la yidhaahdo huwa ilaahay alghaniyu waaba ilaaha deeqtoon weeye muxuu walad uga baahan yahay waladka maxaa looga baahdaa soo markaad yacni waxa weeyaan xamil gabto ha ku caawiyo maaha oo sida aynu sheegayna dee ha ku shaqeeyo oo wax soo saar ha ku sameeyo ha saasaa loogu baahda ilaahay subxaanah wa tacaala horta waaba qaniyo waxbaba uma baahnaba maxaa keenay in markaa walad yeesho lahu waxaaba u sugnaaday maa fi samaawaati wamaa fi lard waxa cirka jooga iyo waxa dhulka joogaba ilaahay ba iska leh uma baahna siduu doono u adeegsanaya siduu doono ayuu shaqo ugu dirsanaya in cindakum ma ahaanin arrinkaa min suldaanin wax xujaa bihaada arrinkaa uma haysataan buu leeyay alla subxaanah wa tacaala qolada tiri ilaahay baa ubad yeeshay wax caddayna ma hayaan xujana ma hayaan ee ataquuluuna ma waxaad odhanaysaan cala allaahi alla korkiisa maa laa taclamuun wax aydaan garanaynin qul waxaad tidhahdaa ina alladiina kuwa yaftaruuna ku abuurta cala allaahi alleh alkadiba been kuwa ilaahay been ka sheegaa laa yuflixuuna ma liibaanaan
guuldaro ayaa u dambaynaysa. mataacun yacni waxa weeyaan waxay leeyihiin raaxo fi dunyaa, adduunyada ayaa xoogay sahay lagu siinayaa oo lagu quudinayaa. uma ilaynaa marjicuhum, dabadeedna xagga iyagu ahaaday laabashadooda iyo noqodkoodu. uma dabadeed markay soo noqdaan, nudiiquhum, waxaan dhandhansiinaynaa alcadaaba shadiid, cadaabkii halista badnaa ee adkaa ayaanu dhandhansiinaynaa. bacda almowt bimaa kaanuu yakfuruun, gaalnimada ay gaaloobeen darteed baana ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ku dhandhansiinayaa. oo dee ay kow ka tahay been abuuradka alla subxaanahu wa tacaala ay ku been abuurteen ee ay yidhaahdeen ilaahay baa awlaad dhalay, waa aflagaada weyn. waayo ilaahi subxaanahu wa tacaala dee wax la jinsiya oo uu la xididaaba ma jiro, saaxiibadna ma laha. marka yacni waxa weeyaan waa been ay sameeyeen, waana dembi la gala dembiga ugu weyn in ilaahay lagu been abuurto subxaanahu wa tacaala. xataa shirkiga ayuu ka sii khatar badan yahay. wayastanbi'uunaka, waxay kaa yacni waxa weeye warsanayaan oo ay ku weydiinayaan, nebi allow